لحسابي على اساس بنطلع اليوم، بس انت عمرك ما حسيت فيني، حتى ذاك اليوم ناس عيد ميلادي، واليوم اقول لك عيد زواجنا تقول لي ابي اطلع للسلاح عندنا مباراه مهمه. لا 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 لا، انت اللي اسمعني، ورقه الطلاق تجيني بكره، حتى عيشه انا ما ابغى اعيش معاك. اختي معليش بس شوي شوي على الباب. انتم اللي بشويش علينا، قرفتونا الله يقرفكم. طيب ترى ما الموقع مو محطوط هنا، وين اروح بال جهنم؟ وديني جهنم، تعرف جهنم؟ احسن من اللي انا فيه. دخلني انا بجهنم تقعدين تفسرين علي انا؟ اي كلكم كذا تقولون ايش دخلني؟ انا مالي صلاح، ايش فيك حساسه؟ خليك ماشي بس. امشي سيده. اي سيده. نعم. رجعة أنا مني راجعة، وهذاني الآن رايحة بيت أهلي عشان أحتفل بعيد طلاقي مو عيد زواجي. حبيبي يعني أنت عارفة أنا ما أحب أحتفل بعيد الزواج. ليش إن شاء الله؟ لأنه لو احتفلنا بيها قلبي حيكون هذا أحلى يوم عندنا بس. طيب. أنا بصراحة أنا عندي أيام أحلى كثير من يوم زواجنا. يعني أنت فاكرة ذاك اليوم اللي جاء عكسك فيه واحد وضربته كف؟ بعدها ما شفت النور عشانك. ايوه صح، متذكر. خلاص طيب راجعه. لو سمحت رجعني البيت اللي قبل شويه. البيت اللي قبل شويه اخذتك منه؟ انا الغلطانه اني قدرتك، ولا انت اصلا ما تستاهل. حبيبي ما كنت اقصد، تاج راسي انت والله. فين يوم توعدني نروح اوروبا وفي الاخير سحبت علي؟ ايوه اتذكر هذيك السفره، مره انبسطنا فيها. مو معقول كل ما قلت ابغى شيء قلت لي عندك راتب عندك راتب. حبيبي والله ادري انه جايبنا واحد. هلا هلا يا مرحبا. اسمعي في كلام حلو بقول لك، هو بس ما بقوله قدامه. تعالي. كيف حسابي؟ كم حسابك؟ 70. ايوه كيف تعجبيني كذا انت عاقله؟ عاقله؟ قصدك ان انا مجنونه صح؟ لا 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 حبيبي حبيبي ما اقصد. لا لا وقف وقف. لا انا مجنونه. لا ما في شيء اسمه انا ما اقصد يا حبيبي. الله يرضى عليك. امشي امشي وقف. لا تتحرك. لا امشي. لا ما في امشي ولا وقف. ما اقصد ما اقصد. لا تقصد. اذا بتسوي الرحله سوي طلب. طيب يا حبيبي اطلع انت بس على حين نسيم عند عم فلاح وهو يحل الموضوع. امي من عم فلاح. طيب سوي الرحله يا اخي. اطلع بس على عم فلاح. اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على نفس اللوكيشن صح؟ ايه نفس اللوكيشن. حاطة كاش؟ ايه كاش. تعبنا من حقين الفيزا قسم بالله. تحدونك تقعد طارد فيهم. الله يعينكم والله ما اعرف ليه كذا يسوي فيكم صراحة. ناس ما تخاف الله. الله يهدي الجميع يا رب. امين يا رب. بسم الله. ادخل يمين من هنا. من هنا؟ ما في طريق من هنا. لا في طريق من هنا، انا دائما اجي. يمديك تروح. متاكد ان المكان قط هنا اللي موجود هنا مخيمات ولا مخططات؟ مخيم. اي لان المكان قط. الو الو اسمعي، جهز الاغراض خلاص، الامور طيبه. جهز المكان. ممتاز. طيب اسمعي، اليوم بنصيد. بقول لك اليوم بنصيد. الو 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 يقطع. الو الشبكه ضعيفه هنا. سمعتك تقولين بنصيد. بتصيدون صيد حقيقي؟ احنا دائما نصيد، نحب الصيد. معليش بس اول مره اسمع ان في بنات يصيدون. هم علموني صيد صحباتي. الله عليهم يعني صيدة من زمان.
طيب هم فين تعلموا؟ تعلموا ب مركز ولا هنا؟ اي وش العطر؟ هذا لافندر. 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 عجبك؟ تحب ازود؟ رهيبة ريحته. لافندر؟ انتم هنا لحالكم ولا معاكم احد؟ لحالنا. ها؟ لحالنا. لان المكان قطع عادي، اذا تبغون انتظركم بس اهم حالة تجيبون لي عشاء. باي. كم حسابك؟ خذ وقتك، ماني مستعجلة. لا وش اسمه؟ لافندر، قلت لك لافندر. اي بس لافندر ايش؟ لافندر وبس. سابك ايوه طالع. هذول عالمنا، هذول اقارب، هذول اقارب. تصور ليله زواجك وش في ابي فلوس. نداء كابتن 407، معاك وحده التدخل السريع، ايه الاخبار عندك؟ هل كل الامور بخير؟ محتاج حاجه؟ كل شيء تمام يا عطيه، بس الزبون رفع صوته وقت المكالمه. يعطيك العافيه، ما في حاجه، كل شيء بخير. كويس يا كابتن، بس انا لازم اطمن على الراكب بنفسي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا اخوي، هذا في واحد ليله الزواج اللي هي الليله يبي فلوسه، وحلينا الموضوع. شكرا. ما في شيء يا فندم، والله فكرتني بنفسي. انا يوم فرحي ما سلمت. عطيه خلاص تكفى، خلني اركز بسواقتي. قال لك ما في شيء. ما في شيء، حل الموضوع. شكرا. تمام يا فندم، بس انا سمعت ان انت عريس يا فندم، واحنا هنا في شركه يورين. عطيه عريس. ايس منور. اور السواق. ما يهمش. الكراسي اللي ورا. اور نضيفه. ايسه الناس اللي في الشنطه. انت سكانهم. مسكانهم ونربط الحزام بقى عشان داخلين على الدخله. واي اغنيه عند حضرتك حابب ان انت تغنيها يا ريت تسمعها لنا. ابشر ابشر يا ليل، خبرني يا نمر المعاناد. يا سلام يا سلام. حيون صميم الذات ولا جنبية؟ وده برضه كلام. عطية خلاص. شكرا شكرا يا عطية. اي 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 والله يا اخوي، شو ذا الخدمات؟ قدموا وجبة انتم ولا ايش قصة؟ وش ذا؟ حبيت تلف السواق وتاخذ معك يا فندم، مفيش مشكلة. لا يا محشوم، ذا ناصر ما تعرفه. عطية. اي 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 اي, اي, اي. تكفى يا حبيبي، حط رجلك للقاعة. الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك. تكفى يا ناصر، أنا أغراضي يا حبيبي نزلها عند باب الحريم. ها أبشر، بس حساب المشوار وحساب الأغراض. لحظة يا حبيبي لحظة. لا يا جماعة الخير، وينكم أنتم؟ تأخرتوا. وشو هذا؟ وقتها الحين. خلاص ارسل اللوكيشن وأنا بتصرف. خلاص يلا بسرعة. تكفى يا ناصر، انقز مثل الذيب. صلبوك ومتعطله سياره الطقاقات، ترسلوا لي اللوكيشن وبرسلها لك. الله يطول عمرك. طيب بس الحساب يا حبيبنا، حتى حول الحساب، حسابك وحسابهم عندهم، حساب الاغراض كلش، والطاق مطبوق بعد. صلبوك برسلك اللوكيشن حبيبي. الله يحفظك.